أكدت وزارة الخارجية الإسرائيلية أن وفدا إسرائيليا شارك في مؤتمر ينعقد في البحرين. حضور إسرائيلي لافت في مؤتمر المنامة للأمن البحري ممثلا برئيسة إدارة مكافحة الإرهاب في وزارة الخارجية الإسرائيلية دانا بنفينستي. هذا الحضور جاء على الرغم من عدم وجود علاقات دبلوماسية معلنة مع المنامة، وبعد مرور 4 أشهر من مشاركة إسرائيلية مماثلة في مؤتمر للسلام في الشرق الأوسط. لم يكن هذا الحضور الإسرائيلي في البحرين مستغربا، فقد سبقته طوال السنوات الماضية لقاءات عقدها أفراد من العائلة الحاكمة من بينهم حمد الخليفة وولي عهده سلمان ووزير الخارجية خالد الخليفة مع مسؤولين إسرائيليين. This is my first with an Israeli media channel and let's hope that we can get the message through. وبين هذه اللقاءات والمؤتمرات رقص متطرفون إسرائيليون في سوق المنامة على أنغام أغنية تدعو لهدم المسجد الأقصى. هذا الانفتاح الخليفي على الدولة العبرية يعكس مدى الهلع الذي تعيشه العائلة الحاكمة بعد أن أمعنت في شعب البحرين ظلما وقهرا، حتى باتت ثورة هذا الشعب تؤرق هذه العائلة حتى تظن أن لا نجاة لها من مصيرها المحتوم إلا بإلقاء نفسها في أحضان الصهاينة.